بشمال المملكة تحظى بدورها بنصيب وافر من المشاريع الاجتماعية التضامنية الداعمة للتنمية المحلية في هذا الشهر المبارك، والتي يحرص جلالة الملك حفظه الله على أن تستجيب لانتظارات الساكنة وتساهم بشكل وافر في النهوض بالوضعية الاجتماعية لشرائح مختلفة من المجتمع، خاصة المرأة والشباب، لما لهما من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية. فالعنصر البشري يشكل محور أي عملية تنموية، وتوليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن الأولوية ضمن برامجها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من خلال إطلاق مشاريع وأوراش تهدف إلى النهوض بأوضاع النساء وتحرير طاقات الشباب. بجهة طنجة تطوان، أشرف جلالة الملك حفظه الله على إعطاء انطلاقة إنجاز 3 مشاريع تضامنية تروم تحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للنساء وضمان اندماج سوسيو-تربوي ومهني أحسن لشباب الجهة. وتهم هذه المشاريع المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16 مليون و500 ألف درهم بناء مركزين لتكوين وتقوية قدرات النساء بحي مسنانة بعمالة طنجة أصيلة وقصر مجاز بإقليم الفحص أنجرة، ومركز سوسيو تربوي لتنمية قدرات الشباب بحي مغوغة بعمالة طنجة أصيلة. ويروم مركز التكوين وتقوية قدرات النساء بكل من قصر مجاز ومسنانة دعم النساء المنحدرات من أوساط معوزة عبر تمكينهن من كفاءات متنوعة كفنون الطبخ، الفصالة والخياطة، الحلاقة والتجميل، التطريز، صناعة المنتوجات النباتية، الحياكة التقليدية، بما يمكنهن من الحصول على مداخل قارة، لا سيما من خلال الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. كما سيمكن هذان المركزان من محو الأمية الوظيفية لدى النساء المستفيدات وتحسين ظروفهن السوسيو-اقتصادية، فضلا عن تربية وتعليم أطفالهن في سن أقل من 5 سنوات. ومن خلال إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمركزي تكوين وتقوية قدرات النساء بكل من حي مسنانة بعمل طنجة أصيلة وقصر مجاز بإقليم الفحص أنجرة، تواصل المؤسسة سعي الحثيث إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وخاصة التي توجد في وضعية صعبة، وذلك من خلال تمكينهن من اكتساب كفاءات خاصة لمزاولة مهنة معينة تسهم في تحسين مستوى عيشهن. ويعكس إعطاء جلالة الملك حفظه الله انطلاقة إنجاز هذه المراكز العناية الموصولة التي مفاتئ جلالة الملك يحيط بها فئتي النساء والشباب، وحرص جلالته الدائم على مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تقوية قدراتهما وانتشالهما من جميع مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي. أما المركز السوسيو تربوي لتنمية قدرات الشباب بمغوغة، والذي أشرف جلالة الملك حفظه الله على وضع الحجر الأساس لإنجازه، فيهدف إلى تحفيز ولوج شباب الحي إلى مختلف آليات ووسائل الاندماج الاجتماعي والمهني، لا سيما عبر تكوينات مؤهلة في مهن مدرة للدخل كنجارة الألومنيوم وكهرباء البناء والمعلوميات، فضلا عن تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية خاصة الجمعوية منها. وسيساهم هذا المركز في التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص المستهدفين، وذلك من خلال خلق أنشطة ثقافية واجتماعية تشجع على التحلي بروح المسؤولية والانخراط الطوعي للشباب، لا سيما في العمل الجمعوي. وتأتي هذه المشاريع التضامنية الجديدة بطنجة لتعزيز مختلف الأعمال التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالجهة، والتي تروم على الخصوص تحسين ظروف عيش المواطنين وتثمين طاقات الشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يعود بالنفع على المجتمع.